السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقعين الاتنين مجانيين اوبن سورس، عبارة عن زي سبورة بحيث ان انت تقدر تكتب اي حاجة انت عايزها، بتشرح للناس، فتقدر تشرح باسلوب سهل وبسيط زي ما انت شايف. في ادوات بتساعدك على الشرح، حاجات فري، ممكن تكتب اي كلمة انت عايزها، ممكن تحط صورة معينة انسرت للصورة، ممكن تدخل على اللايبراري بتاعتك وتحمل اي حاجة انت عايزها. فالموقع ده ممتاز، تقدر تسيف وتقدر تشارك مع الناس. لايف كولابريشن بيبقى اكتر من حد شغال معاك، بتبعت اللينك ده للناس وكذا واحد يقدر ان هو يستخدم الادوات ديت ويرسم، وتبداوا يعني تشرحوا مع بعض. في موقع تاني اسمه فيرست درافت، ده برضو من حاجات الاوبن سورس اللي تقدر من خلالها ان انت تشرح. طبعا في ادوات هنا بحيث ان انت تقدر تختار الثيكنس واللاين والاوبستي، الشفافية وهكذا، وتقدر تكتب برضو اي حاجة انت عايزها. وفي خصائص للكتابة والسايز زي ما انت شايف.